عندنا رز بالبشاميل والخضار والسجق. عندي رز نص سوى، عندي سجق بلدي، بصل وتوم وقرفس وزعتر وبسله وجزر، مشروم، بهارات، جوز الطيب، زبده، دقيق، لبن، كريمه لباني، جبنه موزاريلا على الوجه. السجق الاول عشان نحمره اهو. ثوم، بصل، يشتغل براحته. هدايا حلة تانية على النار اهي، زبدة قد الدقيق. الله 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 الله. لازم الدقيق بتاعي يتحمر مكعب مرق عشان يطعمه اهو. عندي هنا كرفس وزعتر. نصلي على الرسول. نحط المشروم الاول. ايه الاكلة الجميلة دي؟ لا انتوا بدأتوا تعرفوا تشتغلوا كويس يعني. طيب نحط بقى الخضار، وهنقابلها حبة الكوسة وحبة الفلفل وشوية كزبرة خضراء. نديله شعاع مية بسيط. وادي الكريمة اللباني. دي الكوسة. قرن فلفل حراق. حبة الفلفل. اهو. خدنا ملح وفلفل. يا سلام بقى سنة كزبرة خضرة. اهو. عند الرز بتاعي اهو. يبقى كده. عملنا أرضية أهو. الجبنة الجبنة الجبنة.